تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، الاعتراف بفلسطين وصل إلى 143 دولة. العدوان الإجرامي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، حرب 2023-2024 ونتائجها المأساوية، أكثر من 100,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، استهداف المدارس، المكتبات، الجامعات، المساجد، الكنائس، استهداف المنازل، البشر والحجر. شفنا كل ويلات هذه الحرب. إنما على الرغم من ذلك الشعب الفلسطيني بيكسب تأييد وتعاطف دولي غير مسبوق يوما بعد يوم. في إبريل 2024 دولة جامايكا اعترفت بدولة فلسطين. مايو 2024 دولة ترينداد وتوباجو اعترفت بدولة فلسطين. دولة جامايكا لما اعترفت كانت 142، ودولة ترينداد وتوباجو لما اعترفت بقى عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة 143 دولة. فالاعتراف العالمي بيزيد. ورغم ان امريكا دايما بتقول الحل هو دولتين، وهي موافقة نظريا على إقامة دولة فلسطينية، لأنه دولتين، دولة لإسرائيل ودولة لفلسطين، إلا أنه في مجلس الأمن كلما عرض الموضوع بنلاقي فيتو أمريكي على اعتماد دولة فلسطينية. لما تسأل الأمريكان طيب أنتوا ليه فيتو وأنتوا أصلا بتقولوا إحنا موافقين على حل الدولتين، طيب دي الدولة الثانية فلسطين، ليه الفيتو؟ فيقولوا لازم موافقة إسرائيل. نسأل إسرائيل فيقولوا لازم عبر المفاوضات، ما ينفعش الاعتراف أحادي الجانب. طب نكمل، طب ما كان في مفاوضات منذ أصله من 1993 مفاوضات شغالة، وقبل 93 في مفاوضات غير معلنة شغالة، ومنذ مؤتمر مدريد للسلام اللي رعاه الرئيس بوش الأب وفي مفاوضات شغالة. لا مفاوضات ما قبل 93 ولا ما بعد غزة أريحة توصل إلى إقامة دولة فلسطينية. وبنلاقي مناورات وراها مناورات، أكاذيب وراء أكاذيب، تسويف وراء تسويف، ولم نصل إلى شيء. ولما كان البعض بيقول لمنظمة التحرير مش هتاخدوا حاجة من الإسرائيليين وما تثقوش أبدا إنكم هتوصلوا معاهم لحاجة، كان البعض بيرد لا، إن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وإن بالمفاوضات سوف نصل إلى إقامة دولة فلسطينية. لكن للأسف المفاوضات لم تؤدي لإقامة دولة فلسطينية، وإنه إسرائيل لم تعطي لياسر عرفات ولا محمود عباس دولة فلسطينية، بل إن نتنياهو قال صراحة أنا كان دوري في كل الوقت اللي فات أعطل قيام دولة فلسطينية. يبقى إذا نتنياهو اعترف باللي كان البعض بيقوله ويهاجم عليه، ان اسرائيل غير جاده في المفاوضات، غير جاده في السلام، غير جاده في الوصول الى دوله فلسطينيه. نتنياهو نفسه قال ان دوري في كل السنة اللي فاتت دي حوالي 20 سنه على المسرح السياسي ان انا امنع قيام دوله فلسطينيه، وقال حاربت لعدم قيامها رغم كل الضغوط وساستمر رافض لقيام دوله فلسطينيه. في هذه الحالة بنقول إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أبدا إنه يفقد الأمل في إنه زيه زي كل شعب قبل كده تم احتلال أراضيه سوف يستقل يوما ما. ولقينا إن رغم هذه الحرب العدوانية 23-24 على غزة، إنما لقينا أثناء المعارك نفسها أو أثناء القصف الإسرائيلي لغزة، لقينا إن في دول بتعترف بفلسطين دولة مستقلة. وزي ما قلنا أحدث دولة في مايو 2024 دولة ترينداد وتوباجو. وكده بقى 143 دولة فيها دول كبيرة ورئيسية في العالم بتعترف بدولة فلسطينية مستقلة. وبقت بعض الدول الأوروبية دلوقتي بتقول إنها بصدد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أسبانيا
قالت احنا هنعترف بالدولة الفلسطينية، سلوفينيا هنعترف بالدولة الفلسطينية، 3 مالطا قالت هنعترف بالدولة الفلسطينية. وبالتالي كل شوية بنلاقي ان في دول أوروبية زي ما قلنا اسبانيا او مالطا او سلوفينيا ناويين يعترفوا بدولة فلسطينية. يبقى اذا ممكن على نهاية 2024 نلاقي ان في عدد كبير من الدول اكتر واكتر اعترف بالدولة الفلسطينية، او ممكن نصل انه في مجلس الامن يتم اقرار هذا الامر. انما حتى ذلك الحين كل شوية بنلاقي ان في صوت اخلاقي في العالم بيطلع ويقول ان مش بس معالجة اثار الحرب، انما كمان بيقول احنا بنعترف بدولة فلسطينية مستقلة. زي ما قلت لحضراتكم ان دول كتيرة، اسيا وافريقيا، امريكا الجنوبية، والان في اوروبا بدأت الاعتراف المتتالي بدولة فلسطينية مستقلة. لما بنسأل امريكا تقول لازم موافقة اسرائيل، لما نسأل اسرائيل تقول لازم مفاوضات، لما نقول مفاوضات ما نلاقيش مفاوضات. هي دي الدايرة المفرغة اللي اسرائيل عيشت فيها فلسطين وراها العالم العربي لسنوات طويلة. كانت فلسطين عبر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية جادة فعلا في الوصول إلى سلام، ولم تكن إسرائيل جادة أبدا في الوصول إلى سلام. ولما كان إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل جاد إلى حد ما في الوصول إلى تسوية، تم اغتيال إسحاق رابين بأيدي إسرائيلية. يعني الإسرائيلي الوحيد اللي كان أقرب إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين تم اغتياله من قبل الإسرائيليين. فأصبح التوجه الإسرائيلي دائما هو رفض الوصول إلى سلام، إنما نقعد بس نتكلم في جولة مفاوضات وبعدين نأجل، وجولة تانية، جولة تالتة، جولة 10، نطلع على نيويورك، نطلع على جنيف، نرجع هنا، نروح هنا، وهكذا رايحين جايين بقالنا سنين طويلة جدا دون الوصول إلى شيء. إنما المشهد على الرغم من ذلك لما نلاقي إن أيرلندا ومالطا، سلوفينيا، أسبانيا بيقولوا هنعترف، زائد 143 دولة اعترفت، زائد مظاهرات الجامعات في أمريكا، زائد مظاهرات اليهود في نيويورك، أكتر من مظاهرة اليهود في نيويورك. كل هذا الإحياء الأخلاقي اللي موجود في العالم لا شك يمثل مدد كبير جدا للشعب الفلسطيني ودعم كبير جدا لإقامة دولة فلسطينية. قلنا قبل كده أن موقف مصر منذ اللحظة الأولى وإلى الآن ودائما هو أنه كما عبر الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة يجب إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة تكون على حدود 4 يونيو 67، عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة يجب أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2 البرتغال، 50 عاما على ثورة القرنفل. سنة 1974 حصلت ثورة في البرتغال ضد الحكم الدكتاتوري، وبعدها أصبحت البرتغال جمهورية ديمقراطية حتى الآن. 2024 انتخابات مهمة في البرتغال. العشر سنين اللي فاتوا كانت حكومات اشتراكية تحكم البرتغال، إنما 2024 فازت حكومة يمينية وهي السلطة الآن في البرتغال، لكن اليمين المحافظ، لأنه فيه يمين متطرف في البرتغال. وللأسف فإن الحزب الذي يمثل اليمين المتطرف في البرتغال هو رقم 3 في البرلمان. والحزب اللي هو شكل الحكومة الآن بقيادة مونتينيجرو، الحزب اللي شكل هذه الحكومة يمين محافظ، لكنه رفض ان هو يستعين باليمين المتطرف، وتفاهم مع الحزب الاشتراكي على اساس استبعاد اليمين المتطرف من السلطة، وشكل حكومة اقلية علشان خاطر لا يضطر للتحالف مع اليمين المتطرف اللي اخذ 1 مليون صوت.
البرتغال حضراتكم بلد رائع في أقصى غرب أوروبا، العاصمة لشبونة، اللغة طبعا البرتغالية، عدد السكان 12 مليون نسمة تقريبا، والمساحة بتاعت البرتغال حوالي 92 ألف كيلو متر مربع. لكن البرتغال ليها مجموعة جزر تابعة للبرتغال، منها جزر الأزور اللي هي بعيدة شوية في المحيط الأطلنطي، وفيها جزر ماديرا. عشان كده كريستيانو رونالدو اللاعب الشهير البرتغالي هو من جزيرة ماديرا اللي هي قريبة من المغرب في المحيط الأطلسي، فبيسموه صاروخ ماديرا نسبة إلى هذه الجزر اللي ما كانتش معروفة قبل كده لناس كتيرة إنها تبع أسبانيا لولا شهرة كريستيانو رونالدو. البرتغال حضراتكم بعد ثورة القرنفل 1974 وحتى عام 2024 اليوبيل الذهبي لهذه الثورة، في احتفالات كتيرة ثقافية وفكرية وبحثية في البرتغال بهذه الثورة وما بعدها. بعدها تولى رئاسة الحكومة شخصية عظيمة في تاريخ البرتغال، ماريو سواريز، اللي بعد كده بقى رئيس البرتغال. وكان لي الحظ أني قابلت الرئيس ماريو سواريز رئيس البرتغال قبل سنوات في لاهاي في هولندا، وترجمت بيننا الصحفية الأستاذة هدى غالي. هو شخص كان بيكن تقدير كبير جدا لمصر، وتقدير وإعجاب وانبهار بتاريخ مصر والحضارة المصرية، ويعتبر هو أشهر رئيس في تاريخ البرتغال المعاصر. إنما بعد كده تولى السلطة أيضا في البرتغال شخصية بقت شهيرة جدا، مواقفها المحترمة دلوقتي كلنا متابعينها، اللي هو السيد أنطونيو جوتيريش. أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، هو قبل كده كان رئيس الحكومة في البرتغال، فهو سياسي عالمي من السلطة في البرتغال إلى منصب أمين عام الأمم المتحدة، وشفنا قد إيه مواقفه المحترمة في قضايا كتير جدا، ولا سيما القضية الفلسطينية وحرب 2023-2024. أيضا في شخصيات في البرتغال تولت مناصب كبيرة زي رئاسة المفوضية الأوروبية، وكمان في إطار القوى الناعمة في أديب كبير جدا حصل على جائزة نوبل اللي هو جوزيه ساراماجو، وجوزيه ساراماجو من الأدباء الكبار في العالم، وحصل على جائزة نوبل 1998. طبعا كتير يعرفوا البرتغال من كرة القدم، لأنه كمان في 2030 البرتغال وأسبانيا والمغرب التلاتة هيستضيفوا كأس العالم أو مونديال 2030. إنما 2023 استضافت البرتغال قمة الويب اللي هي أهم قمة رقمية في العالم. في المجمل البرتغال شعب رائع، ناس كتيرة جدا من إزار البرتغال بيشكروا في الشعب البرتغالي، وحتى الأحزاب السياسية هناك الصراع بتاعها صراع أقل حدة وسخونة، ويعني في درجة من التفاهم والاحترام المتبادل إلى حد كبير إذا قورن بالأحزاب السياسية في دول أوروبية أخرى. وبعد مرور 50 سنة قدر الشعب البرتغالي إن هو يحتفل بهذه الثورة دون أن يصل اليمين المتطرف إلى السلطة، لأنه الحزب رقم 3 في الأحزاب السياسية في البرتغال. إذن قد حافظت البرتغال على وضع سياسي مستقر وديمقراطي ناضج منذ 1974. لكن تغير كبير حصل في البرتغال اللي هو انكماش الإمبراطورية. زمان حضراتكم البرتغال كانت إمبراطورية كبيرة، ولما بنقرأ عن الكشوف الجغرافية بنعرف قد إيه إن كان في إسهام كبير للإمبراطورية البرتغالية في هذه الكشوف الجغرافية. وفي سنوات الإمبريالية أو الاستعمار والاحتلال لدول أخرى، الإمبراطورية البرتغالية احتلت البرازيل، وأيضا احتلت غينيا بيساو في غرب إفريقيا، واحتلت أنجولا في غرب إفريقيا، وموزمبيق في شرق إفريقيا، وماكاو في الصين، وجزر تيمور في أندونيسيا. شبكت موجودة يعني من الصين ماكاو، وإندونيسيا تيمور، وشرق إفريقيا موزمبيق، وغرب إفريقيا أنجولا غينيا بيساو،
وأمريكا الجنوبية العملاق الأمريكي الجنوبي البرازيل. فدي كانت إمبراطورية كبيرة جدا في العالم، لكن في القرن 19 استقلت البرازيل، وبعد كده بدأت تتراجع البرتغال كقوة عالمية، وأصبحت بعد كده دولة أوروبية عادية. إنما جت في وقت من 2011 ل 2017 مرت بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، وكانت ممكن تواجه الإفلاس لولا إن حصل لها دعم من المؤسسات المالية الدولية حوالي 80 مليار دولار مقابل تقشف كبير جدا حصل من أجل إنقاذ النظام المصرفي في البرتغال. ونجحت البرتغال إن هي تتجاوز الأزمة وترجع تاني إلى وضع مزدهر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إذن كان هذا موجز عن البرتغال بشكل عام، التاريخ والسياسة، الإمبراطورية والدولة، اليوبيل الذهبي لثورة القرنفل 1974. وفاصل ونكمل. ثلاثة، ماذا جاء في كتاب كولين ويلسون الكتب في حياتي؟ كولين ويلسون هو كاتب بريطاني، في أكثر من رأي إزاء ويلسون، البعض بيقول إن هو كاتب غير جاد فيما عدا كتابه الشهير اللامنتمي، والبعض بيقول لأ ده كاتب جاد وكمان كتاباته ممتعة ومؤثرة جدا. هو ألف 80 كتاب تقريبا، وكولين ويلسون أشهر كتاب لي اللامنتمي وترجم إلى العربية، وبعد سنوات عمل كتاب تاني ما بعد اللامنتمي. واللامنتمي ليه عزلة المثقف والمبدع فيلسوف أو الكاتب عن المجتمع والأصدقاء والمحيط، وهذا الكتاب كان ليه تأثير كبير جدا لدى القراء في أوروبا والخارج. كولين ويلسون حضراتكم سنة 98 نشر كتاب بعنوان الكتب في حياتي. احنا ساعات بنلاقي المؤلفين الكبار بيعملوا كتاب عن الكتب، مثلا عملاق الفكر الاستاذ عباس محمود العقاد عنده كتاب اللي هو ساعات بين الكتب، فده كتاب عن الكتب. في اكتر من كاتب كتب عن الكتب في حياته، فالكتاب ده هو زي كتاب الاستاذ العقاد بيتكلم فيه عن عالم الكتب اللي مر بيها. ومكتبته وقت صدور الكتاب كان فيها 20,000 كتاب، ووصلت بعد كده مكتبته الشخصية إلى 30,000 كتاب. كولين ويلسون بيقول إن هو لما نشأ كان بيحب القراية جدا، لكن والده ما بيطقش القراية، عمره ما قرأ كتاب في حياته، إنما والدته هي اللي بتحب القراءة. فهو والدته بيقروا، لكن الوالد كان بيحب أكتر الرياضة وإنه يطلع يتمشى برا، وما كان بيقول له بلاش قرايه كتير عينك هتوجعك، فكان ضد ان ابنه يقعد يقرا كتير، لكنه قرا كتير جدا، لا سيما كتب الجريمه وبعد كده كتب متعلقه بالثقافه والعلم، لغايه بعد كده ما احترف الكتابه. من بين المجلات اللي كان بيقعد يقراها او سلاسل الكتب كان في سلسله دمها خفيف جدا، السلسله دي عنوانها العلم الذي تقراه وانت جالس على الكنبه. واحد قاعد كده في البيت، قاعد في الصالون، قاعد بيشرب شاي، قاعد بيعمل أي حاجة بسيطة، وهو كده قاعد على الكنبة يقرأ الحاجات دي. فدي حاجات مش عايزة بقى يقعد على المكتب ويركز تركيز كبير ويطلع الناس يبعدهم، يقول للأسرة لا عايز أقعد لوحدي، كل الطقوس دي لا مش محتاجها، وانت قاعد على الكنبة عادي جدا بتتسلى ممكن تقرأ هذه المعارف. فشوف العنوان الجميل للسلسلة، العلم الذي تقرأه وأنت جالس على الكنبة. كان بقى كولين ويلسون بيقرأ الحاجات دي لغاية ما حبها وتعمق، وبدأ بقى يقرأ أشعار لناس كبيرة، ميلتون أو إليوت، بدأ يقرأ أدب كبير بقى، تولستوي، برنارد شو، ديستوفيسكي، خلاص بقى الموضوع كبر معاه من الناحية الفكرية، وأصبح بعد كده كاتب كبير نتيجة شهرته بعد كتاب اللامنتمي. النهاردة كان كلامنا الرئيسي عن القراءة، إن هو وهو طفل بدأ يقرأ، وبيقول إنه القراءة زي بالظبط المحقق في جريمة، أو زي ضباط الشرطة أو ضباط المباحث، اللي هو لما يبحث في موضوع أو جريمة خيط يقود إلى خيط إلى خيط، موضوع لموضوع، حد لحد، لغاية ما يجمع الأركان.
بيقول القارئ بيبقى كده زي ضابط المباحث وهو بيحقق في القضية، بيلاقي كتاب يجره لكتاب يجره لكتاب، وكاتب يجره لكاتب يجره لكاتب، والموضوع كده بيوسع دايما باستمرار، بيطلع من كتاب إلى كتاب ومن خيط إلى خيط. هذا الكاتب كورين ويلسون اللي بدأ بائع جرائد وقرأ كتب جريمة، ورغم رفض والده إلا أنه استمر وأصبح واحدا من الكتاب المشهورين في بريطانيا، وكان قارئا ممتازا حتى أنه في مكتبته الشخصية أكثر من 20,000 كتاب، وألف سنة 98 كتابه الشهير الكتب في حياتي. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.